جيجي بعده نايم بس لازم يقعد. جيجي قعد على السرير، تأخر الوقت. ونعم شو تريدين من الصبح؟ كويس تأخر الوقت، وقت هسه الناس قاعدين ينتظروك حتى توصلهم. شنو؟ لا مستحيل تأخر وقته، بس أنا البارحة تأخرت بالليل وحتى نمت متأخر. يلا خلي أقعد وأروح على السريع، بس أقول لك بعد أختي أنا حتى كل جوعانة تي عندي الصمون. صمون؟ أوكي خلنا نشوف الصندوق. إي صح يا أخويا عندنا الصمونة باقية، أنا أكلت وحدة وبقت هذه وحدة، وكلها بس أخويا تربك تتأخر. يلا لو كم راح تأخر، يلا خلنا نروح على السريع حتى بد ما تأخر. يلا هلا ويا حمار صباح الخير. يلا شوف اسمعني، بس لازم نروح نجيب الناس حتى أربح دايموند. وما دام ينتظروني بداية المنطقة وأني كل من أوصل لبيته وراح ينطوني دايموند. يلا خلي أستعجل وأروح لهم. اوه جيجي كلش تأخر، احنا اليوم من راح يوصلنا للبيت؟ جيجي كلش تأخر، بس معقوله ما راح يجينا؟ بس لا اتوقع راح يجي، احتمال هسه شويه ويوصل. لا مستحيل جيجي دائما يجي يوصلنا، بس هسه ننتظره احتمال تأخر اليوم. يلا خلنا ننتظر، بس ايش قاعد اشوف؟ اذا جيجي اجى، يلا خلنا ننتظر. يس انا تقربت على الناس، بس حيلا شو قاعدين ينتظرون هنا؟ مرحبا يا ناس، اعذرونا اليوم تاخرت عليكم، بس اوعدكم بعد ما راح اتاخر. زين حفي عليك جيجي، ابني تعرف ان اني مره كبيره وما اقدر امشي هالمسافه، لازم اصعد بالعربه. اوكي اوكي، يلا صراحة اخذكم واحد واحد واوصلكم للبيت. بعد ابني هاي تفضل هذا الدايموند وهسه خلاص عاد. يلا خلي اخذ هذا الدايموند، شوف عمو انا ما راح اتاخر عليكم، وابني جيجي احنا تاخرنا وايد، يلا استعجل. اوكي اوكي، يلا خلي نروح على السريع. يلا خلي استعجل. يس احنا تقربنا للبيت. يلا اوكي خلي اوقف هنا حتى اجيب الناس من جديد. كل الزين عافية عليك ابني، انا كلش اشكرك، بس ابني دير بالك تتاخر مره ثانيه. لا بعد انا بد ما اتاخر. يلا خلي استعجل وروح على الناس البقيه. يلا خلي استعجل. يلا ثاني خلي اطلع. جيجي شوف اسمعني جيجي، وقف حكي وياك. نعم راني شوف اسمعيني، انا كلش متاخر والناس قاعدين ينتظروني. دخل جيجي، انا كم مره حذرتك وقلت لك دير بالك تقرب على الشارع مالتنا، شوفنا هذا الحمار مرتك كلش مقرف حتى قاعد يوصل شارعنا، بس انا مستحيل اقبل لك على هذا الشيء. شو ما تقبلين؟ شوف اسمعني تبعد ما تتدخلين، هذا الحمار مالتي وحتى انا قاعد اربح دايموند هوايه. جيجي انا حذرك للمره الاخيره، دير بالك قاعد تقرب على الشارع مالتي، يلا مشرح منا على السرع، يلا شروح. واش قد مزعج هاي الغنية، أنا كلش أضوج من عدها وحتى هي دائما تضوجني، بس يلا أنا ما علي بيها، أنا راح أستمر بهذا الشغل وأربح الدايموند. يلا خلي أستعجل. وهذا الفقر المزعج كلش قاعد يزعجني، مع العلم أنا كم مرة حذرته وقلت له جيجي جربك تقرب هذا الشارع، بس هو ما قاعد يسمع كلامي، بس أنا عارف شو راح أسوي اليوم بالليل، أنا ننتقم من عنده، مستحيل أسكت، حتى وصلني خلي أروح. يا سيج الليل، واني كملت شغلي ووصلت كل الناس حتى ربحت 7 دايموند. بس هسه لازم اشتري من الاسواق قبل ما يعزل. يلا خلي استعجل على السريع حتى بد ما اتاخر. يي هي تبعتها معزله. مرحبا، اهلا اهلا. انا جيت اقدر اشتري اكل، بس شنو عندكم؟ اوكي انا موجود دجاج، كل الزين احب الدجاج. حتى اخذ هذا السمونه وهذا الجزار، ولا بعد شنو بعد احتاج؟ اوكي هاي الستيك، ولا بعد قد صار المجموع، هاي قد يصير المجموع؟ شوف اسمعني هذا المجموع 5 دايموند. 5 دايموند حيل، يبقى عندي بس 2 دايموند، يلا اوكي، بس ايش قد بقى؟ اوكي يلا هاي 5 دايموند. كل الزين، بشوف جيجي هسه راح تروح مو صحيح؟ اي طبعا راح اروح. شوف هسه راح اسد المحل وبدك توصلنا البيت مولتي. وصلت البيت؟ اوكي ما يخالف، بس التوصيله ب1 دايموند. 1 دايموند، يلا اوكي ما يخاف، تفضل 1 دايموند، بعد يلا وصلني. يلا ثاني اخذت ال1 دايموند، ولازم اوصله ورا اروح للبيت، يلا خلي استعجل. يس انا تقربت للبيت، يلا خلي ادخل على السريع. اي بابا حتى انا اليوم كلش فرحان لان قدرت اشتري ستيك وحتى قدرت اشتري دجاج، وانا قبل كنت اشتري بس صمون. يلا اوكي خلي سد هاي الباب حتى ورا ادخل للبيت، حتى انا كلش نحسان. اي هذا جيجي اجى، واخيرا جيجي انت اجيت، كنت انتظرك. هلا اختي، بعني شنو جبت اليوم؟ جبت هذا الدجاج وجبت حتى ستيك. اي طبعا اخويا صدق قد ما ماكلين ستيك حتى الدجاج، كنا ناكل بالصمون. وانت ما تعرفين اختي انا قمت اربح دايموند هوايه، حتى ايش قد ناس قاعدين ينتظروني اوصلهم. يا سوني اخوي كلش فرحانه، لا تريد تروحنا مرتاح حتى باكر من الصبح ما تروح. اوكي اوكي هسه بداي خلي الدايموند مالتي بهذا المكان، ورا اكل هاي الصمونه قبل ما انام، يلا خلينا نام على السريع. يس انا كنت قاعده انتظر، حتى انا قاعده اراقب جيجي وهسه وصل للبيت، وحتى انتظرته وقتها هسه هو نام. بس جا الوقت المناسب، وانا قلت جيجي الا انتقم من عندك، بعد هسه خلي استعجل، بس زين ناكل الناس نامين وماكو احد بالشارع حتى ما حد يعرف بي. بس انا خلي استعجل.
يا هذا الحمار المقرف، جا الوقت المناسب الا تخلص ما عندك يا حمار يا مقرف. يوم تعال موت موت. ايه وش عنده سبع ارواح؟ تعال راح تخلص ما عندك. ايوه هسه تخلص من الحمار. اشوف ماكو احد، يلا خليها ربع على السريع. يبو اخيرا اصلا بعد ما اشوف هذا الحمار المقرف، حتى بعد ابد ما اشوفه، يلا خلي استعجل. يلا ثاني خلك عود، هسه صار الصبح واني البارحه وعدت الناس اني بعد ما تاخر عليهم لازم هسه اروح اوصل من البيت حتى اربح الدايموند. يلا خلك عود، بس شنو يا اختي بعد نايمه؟ يلا اختي قعدي صار الصبح. هلا تجي صباح الخير. هلا صباح النور. تجي صار الصبح، بس شو جيت اليوم ما صرت اتاخر؟ لكن هسه الناس قاعدين ينتظرون. اي طبعا هسه اخذ الحمار وراح اجيبهم. شنو؟ لا 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 مستحيل، شنو صار هنا؟ هاي وين الحمار ماتي؟ شنو شو صاير؟ الحمار ماتي ما اعرف ايش صار بي، بس معقول يكون مات الحمار؟ لا لا اخوي شوف اسمعني، انت ابد تبكي، احتمال يكون مصمم، حتى الباب هنا مفتوح، احتمال يكون هرب، انت ابد تهتم بس روح اطلع ابحث عنه بكل مكان، يلا خلنا نروح. لا لا اكيد اختي غلطانه، وانا متاكد الحمار ماتي مات. لا وساني كلش حزين، حتى اني ما اعرف شو حسوي، لانه هذا الشغل اللي يخليني اربح دايموند. جي 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 شكو صاير؟ وانا شفته قاعد تبكي. ليش قاعد تضحكين بعد؟ اسمعيني انا الحمار ماتي ما اعرف ايش صار بي، اكيد مات الحمار ماتي. صحيح انت ما تعرف، انا برحب لك انت بوع من هذه الجيل وشفت الحمار مرتك، اجمعوا علي ذئاب كل شوي واكله. شنو ذئاب؟ اي طبعا. لا لا مستحيل، بس هالذئاب شلون قدروا يدخلون؟ انا حتى سد الباب. وبتجي تشوف معني تصل ما حاجة تبكي، هو حمار على شنو قاعد تبكي عليه؟ شنو شنو الحمار؟ شوف انت شو عليك انت ثاني شيء، انت من اللي قلشتي علينا؟ يلا ابتعدي عن البيت ماتي، يلا روحي منا. يلا خلي روح. ايش كنت مزعجه هاي الغنيه؟ فوق ما اني ظهرت تجي تزوجني، هسه ما اعرف شو اسوي، حتى اكيد هسه الناس قاعدين ينتظروني، حتى انا بعد ما راح اشتغل واربح الدايموند. حيل احنا صاني ايش قد قاعد ننتظر جيجي ولحد اليوم ما اجي، معقول اليوم ما راح يجينا؟ اي طبعا اكيد ما راح يجي، يتاخر كل شوي. بشوفوا اسمعوني يا ناس، احسن حد تروحوا نمشي، يا ماكو غير حال، هسه راح اروح. شنو نروح مشي؟ بس واني بيتي كلش بعيد حتى ما اقدر امشي، يلا خلو اروح. حيل هسه انا صار ايش قد قاعد افكر، انا حتى اذا اريد اشتري حمار انا ما عندي دايموند، للبارحه كل اشتريت بي اكل، حتى انا ما اعرف شو اسوي. يا صار جيت جيجي جي اسمعني، بس هون بحث بالمدينه بس ما عثرت عن حمار، بس احتمال صدق الحمار مات نفس ما قاعد تقول. اي طبعا حتى انا ايش قاعد اقول لك من الصبح، تقول لك الحمار مات. بس شوف اخوي توقعت انه هو يعني هرب او راح مكان بعيد، بس لا هو اصلا مو موجود. شوف اخوي وجدت فكره ببالي. شنو الفكره؟ بس ويا فكره اختي تعرفين احنا حتى اذا دامود ما عدنا ما اقدر اشتري حمار ثاني. لا لا شوف اسمعني، انت ما تعرف اني كم مره شفت بالقرية الحديثه لقيت عندهم سكه قطار. سكه قطار؟ وانا شاش عليه بسكه القطار، شلون شو معرفين بسكه القطار؟ اخوي انت ما تعرف ليش احنا نسوي سكه القطار بالمنطقه، واكيد راح تفيدني وكل الناس راح يستعدون هاي سكه القطار. شنو؟ كل الناس كل شوي قاعدين ينتظروك. ناس هو قاعدين ينتظروني بس اسوي سكه قطار، بس وانا احتاج ايرون واحتاج خشب، وانا مين راح اقدر اجيب الايرون؟ اخوي انت ابدا تهتم، احسن حنروح للكيف بعد هناك نبحث، وكنت راح نلقى ايرون كل شوي حتى نسوي هاي سكه القطار. شو نسوي سكه قطار بالمنطقه؟ بس معقول يعني ارجع واربح دايموند واقدر اوصل كل ذول الناس واحتمال اربح دايموند اكثر؟ واو صحيح لان الحمار ماتي كان يطلب اكل ولازم اشتري له اكل، بس سكه القطار ما تحتاج لا اكل ولا شيء. بس بالبدايه لازم نحل كيف ونجمع هواي موارد حتى نسوي سكه القطار، لان بدون موارد ما نقدر نسوي اي شيء. اي صحيح، بعد يلا خلي استعجل، خلي اشوف وين اني ماتي الادوات حتى اجيب اروح نجمع. يلا خلي ابغى شنو عندي هنا، اوكي احتاج كل ذني الغراض. يلا اختي خلي اروح اسير حتى ما نتاخر، يلا اركضي. اوكي اوكي. يس انا وصلت للغابه، بس واني ما اعرف على اي كيف اروح، هالغابه كلش كبيره. شوف اسمعني اخوي، اكون هذا كيف كلش كبير واحتمال راح نعثر على موارد، تعال ناخذ نكسر شو تقول؟ اي صحيح، واو هذا الكيف كلش كبير حتى بيه فحم، واحنا الفحم كلش يفيدنا. اخوي لازم نكسر وشو بك راح نلقى موارد وايد تفيدنا، بعد ما اعرف انت من اي جهه راح تختار؟ واني ما اعرف، بس انا اشوف من هاي الجهه خلي اكسر هنا، بس ايش قاعد اشوف هنا اكو ايرون، واو مبين هذا المكان بيه ايرون كلش
كلش هوايه. بعد يلا خلص استعجل، هاي هنا انا ماكو ايرون. لقيت ايرون؟ طبعا لقيت اثنين ايرون. اتوقع بهذا الجدار انا ما اعرف، خلينا نحاول نكسر ونشوف بلكي يطلع لنا ايرون. اخوي انا راح اكسر هذا الجو واشوف بلكي يطلع على ايرون كلش هوايه. يلا خلينا نتحرك. تعال تعال اختي استعجلي، ايش قاعد اشوف هنا؟ اكو ايرون وفو. كل شيء فينا. لا تلا اخوي خلينا نكسر على السريع. يلا خلينا نكسر. اوكي اوكي. هي لسه قد احنا اشتغلنا حتى انا جمعت وصار عندي 26 ايرون. يا اخوي صح عندي الله كوشوي، كلش كافي. صار عندي 30 وصار عندي حتى 16 صار عندي كوشوي. بس هاي يجي الليل حتى انا ما منتبه. زين شلون راح نطلع بالغابه؟ اكيد هسه وحوش وحيوانات مفترسه هسه موجوده بالغابه. بعد اخوي شو راح اسوي؟ قصدك انا بقبل كيف؟ وبس هذا الكيف شكله كلش مرعب. لو خلينا نرجع البيت احتمال حتى ماكو وحوش. يلا تعال وراي. يلا خلينا نطلع. بس ايش قاعد اشوف؟ لا 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 مستحيل اكو كربار. كربار يصح اخوي ذاك كربار. بس شو راح نسوي له؟ مستحيل ماكو راح يجي علينا. هرب 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 اختي. بس شو هذا راح ينفجر؟ هذا كلش خطر الكربار. شو راح نسوي اخوي؟ انا كلش خايفه. جتي فكره ببالي. باي اختي باي شو نسوي؟ حفره حفره على السريع. يلا حفر هنا حفره. حفره بس شو راح اسوي هذه الحفره؟ انا عندي هسه خطه واكيد راح اسويها واكيد راح تنجح. ايش راح اسوي انا يا جابينا؟ بس يلا اوكي بس اقدر اصعد على السريع. انت بس مو عندك هوك، ليش ما صعدت بالهوك وسلقت؟ لا لا بابا حسين ايش راح اسوي؟ يلا تعال يا كريبر تعال. يلا تعال يا كريبر انا راح اوقعها بالحفره. يجي جي يلا خلينا هربي هربي. شو كل السريع؟ يلا اوكي صح يجي جي خلينا نقف هذا المكان بس خلينا نسوي حفره انا بعد اكبر حتى يوقع بيها. يلا تعال بس هو ما قاعد يجي الكريبر. يلا اي وين اجي؟ يلا خلينا نبعدي عنه. يلا اكيد السريع يوقع. يلا تعال يا كريبر يلا تعال يلا اي. بس هو يعطي تحت الجرفه. شوف جي مالتك ما نجح بس احنا زين خلصنا من عنده. بس هوني مزين هاي خوش خطه. بس هوني عبالي يوقع بهاي الحفره ويصير انفجار بالارض بس ما صارت. احنا بعد مستحيل نطلع، احتمال راح تطلع لنا وحوش ما ادري بعد. كنا نقول مكان نحتمي به بس وين راح نبقى؟ انا ما اعرف بس هاي اتوقع هاي مكان مثل الغرفه. يلا خلينا نحتمي هنا. بس انا جتني فكره ببالي. احسن حل اسد هذا المكان حتى نقدر ننام لحد ما يجي الصبح نطلع من جديد. لحد يلا تجي ثاني يوم اشتغلت كل شوي كلش تعبت خلينا ننام حتى باكر الصبح بنطلع. يلا خلينا ننام. اي صح انا حتى كلش نعسان. يلا خلينا ننام. يلا سوني خلنا نطلع. بس واو اليوم الجو كلش حلو حتى المدينة مالتنا كلش حلوة يتخص من هذا الحمار المقرف. بس ما اعرف وين جيجي. معقول يكون جيجي هسه حابس نفسه بالبيت خطوة احتمال بعد ما قرع الحمار وقاعد يبكي علي. بعد يلا سوني خلنا نستعجل. يلا خلنا نشوف خلنا نستروح على البيت مرتي واشوف احتمال خطوة ما يقدر يطلع لان كلش مقهور. اذا وصلت وشنو البيت فارغ وين جيجي راح؟ اه صحيح احتمال جيجي اخذ كل غراضه وطلع عن القريه. ايوه اخيرا راح نخلص من جيجي للابد. سوني يلا ايش عندي؟ خليني ارجع البيت مالتي. واو يلا سوني خليني اكسر. يلا خليني اكسر. ايش قاعد اسمع الصوت؟ يجي الصبح. واو يا صباح الخير. يا اختي صباح النور. هسه جو الصبح واحنا لازم نطلع من هذا المكيف. الحين بعد مري لازم نروح البيت حتى نكمل شغلنا. لا احنا قبل ما نروح للبيت تعب اختي نحتاج فحم هوايه. خلينا نجمع هذا الفحم. هذا كلش راح يفيدنا حتى نقدر نستخلص الايرون. يلا خلينا نجمع بعد. انا اكو فحم كلش هوايه. يلا خلينا نجمع كله. يلا اخوي استعجل. اوكي اوكي بس ايش صار عندي؟ صار عندي 8. حلو ايش قد هنا اكو فحم. يلا كلش راح يفيدنا. بس صار استخلص الفحم وبعد حتى ماكو فحم. بس هذا كلش كافي. انت عندك فحم مو صحيح. طبعا طبعا اخوي صار عندي فحم كلش هوايه. يلا بعد يلا خلينا نروح البيت حتى نصنع السكه القطار ونقدر نبنيها وراح نربح الدايموند. يس احنا رجعنا للبيت. بس انا زين سويت جمعت خشب بطريقي. يلا كلش راح نستفاد من الخشب. زين اخوي بس ايش راح نسوي؟ بس لازم نبدا لازم نصنع فرن حتى ورا نحول هذا الايرون. اي طبعا ونسوي سكة القطار. بس انا صنعت هذا الفرن. يلا خليه بهذا المكان. واحتاج شنو بعدها؟ احتاج اصنع من هذا الخشب. ايش قد صار عندي خشب؟ بس بقى اختي هسه بالبدايه احتاج اصنع من هاي. ايش قد صار عندي؟ اوكي 4 بداخل اجرب شلون اسوي سكه القطار. بس هو لازم هنا اخلي هذا استخلص الايرون. يلا خليه ولازم يكمل حتى وراه نقدر نسوي لنا سكه قطار. لحظه اخوي قاعد هنا خلينا ننتظر بس اكيد شويه وراح يخلص انا متاكده. هاي طبعا بس خلي بقى ايش قد احتاج اني بعد من هاي. اوكي هسه صار عندي 20. اوكي انا خلي اشوف هاي تكفيني او لا واذا ما كفتها ما اصنع. يلا خلينا ننتظر هاي تستخلص الايرون. يلا خلينا نقعد.
يلا تيجي تعال باوع. نعم اختي. هذا الارون كمل باوع. شنو كمل ايرون؟ يلا باوع اخويا تفضل. هذا الارون شوف ايش قصر عندنا ارونكو شوية. هذا ايش راح يفيدنا. ايش قد عندنا ايرون. يلا بداية خلصنا على السكة. بس انا ما اعرف شو راح اسويه. يلا خلصنا على السريع. ولا تجيب هاينا. ولا شوف جد. واه عندي 16 تبع سكة القطار صارت عندي. كل زين اخوي بس شو حنسوي؟ بس لازم نسوي من هاي ادوات كل شويه حتى ما حد يلم السكة. ابو حي 16 ما تكفي، احنا لازم نصنع لنا كل شويه حتى نقدر نمتها بالمنطقه كلها وراح يصير عندنا سكة قطار اسطوريه. بعد يلا خلينا نجمع من جديد. اوكي خلي اخلي هنا الايرون وبعدين اجيب هنا الستيك. اوكي خلينا كل زين. ايش كذا 32 ولا لا هاي قليل ما تكفي. عاد احسن حل خلي ثلاثة. اوكي اجيب هسه منه حتى يصير عندي هواية. يوفاو حيل هسه ايش قد صار عندي. بعد يلا تعالي اختي خلينا نشتغل. بس بداية ما راح اخليها اوكي راح اخليها هنا بنص الشارع يصير عندي سكة قطار. جيجي هسه متأكدة كل الناس راح يحبون هالطريقة وكلهم راح يجون على سكة القطار. اي طبعا راح يصير عندنا دايموند كل شوية. اي طبعا راح يصير عندنا دايموند والناس هسه بعد كلهم يستخدمون سكة القطار. بعد يلا خلينا نشتغل. يلا تعالي ساعديني. يلا خلينا نشتغل. اوكي اوكي يا ساني كملت شغلي ومديت سكة القطار حول المدينة. واو بس خلي ابو اختي ما ادري كملت او لا. جيجي اختي ساني كمل شغلي حتى صار سكة القطار كلش كبيرة يعني هذه المنطقة النهاية. واو كل زين. بعد ابو اختي هسه لازم نصنع العربات حتى نبلغ الناس ان يجون يركبون القطار مالتنا. جيجي ساني كلش متحمسة متأكد الناس كلهم راح يحبون هالفكرة وكلهم راح يجون على سكة القطار. اي طبعا بس تعالي خلي نصنع العربة حتى يكمل كل شيء. يلا استعجلي. اوكي اوكي يا ساني رجعت للبيت. يلا خلي اشتغل وصلنا عربه. يلا جات عندي ايرون. يلا خلي ايش قد احتاج. انا احتاج 3 عربات. واو كل زين بس هذه 3 كلش راح تكفيني. يلا تعالي واذا اجوا ناس يقولون بعد نحتاج عربات احنا راح نقدر نصنع اكثر. يلا كاين هنا عرب هاي كل زين وصلنا بعد وحده هنا خليها كل زين وهاي وحده هنا. يلا اختي هسه خلي نجرب هاي وخلي افتر حول المنطقه. انا رحت مسافه بعيده. باي باي جيجي. باي باي. يلا خلي امشي على السرعه وخلي اشوف شلون المدينه. بس واو ايش قد حلو هيجي حتى راح اقدر ايش قد اوصل الناس وباليوم راح يصير عندي كلش دايموند هوايه. يلا خلي افتر. يس انا جمعت العربات وخليتني بهذا المكان حتى الناس من يجون المنطقة يركبون هاي العربات. صح جيجي كلش حلوة بس شوف جيجي كلش بطيئة حتى مو سريعة. وبع اختي طبعا احنا يحتاج لنا ذهب حتى نقدر نصنع السكة السريعة. بس احنا اذا ربحنا دايموند نقدر نجيب ذهب ونسوي ذيك السكة ونصير قطارنا كلش سريع. يجي الناس شقد راح يصير كلش هواي ناس ينتظرون هذا القطار ياخذهم. طبعا بس بع اختي ساني كلش تعبت انت لازم تبقين هنا والناس اللي يجون تاخذي من عندهم دايموند. يلا ركبوا هاي العربه. يلا اوكي جيجي بس بعدين ترى تجي تساعدني. اوكي طبعا راح ارتاح وبعدين انا اجيب مكانك. يلا خلي اروح. يس انا وصلت للمنطقة بس هاي وين جيجي هو دائما ينتظرنا بهذا المكان. بس هو جيجي اليوم ما موجود انا شلون راح اروح للبيت حتى اني كلش تعبان. بس هاي يمكن هاي ياخذ جيجي. بنتي جيجي وينه؟ نعم عمو بس عمو تشرد من اخوي جيجي. بنتي اريد يوصلني للبيت لاني كلش تعبان. عمو كل زين تعال عمو انت ما تعرف احنا شنو سوينا. سوينا سكة قطار وكثير راح توصلك للبيت. سكة قطار؟ اي طبعا عمو. واو بس هاي فكرة عبقرية معقولة راح توصلني البيت يمكن أسرع. يلا عمو تريد أخذ هذه العربة وبعد أروح البيت بس عمو بدايموند. دايموند أوكي بنتي هسه راح أعطيك هذا الدايموند. يلا خلاص حد العربة حتى أروح للبيت. يلا خل أستعجل. يلا سوني خل أطلع. بس أنا قاعد أشوف سكة قطار. واو سكة قطار كل زين بس ما عرفون بدايتها. بس هالفكرة كلش عبقرية ما أعرف من أصنعها. بس من تبدي هذه سكة القطار بحيث ما راح تبنوا هذه الجيل. عاد يلا خلي اروح اشوف وارد اعرف من صنع هذه السكة. يلا خلي استعجل. يس انا جيت للبيت وارتحت بس انا ما اعرف اختي ايش قد مع الدايموند. يلا خلني خلي اروح اوقف في مكانه وارد اشوف ايش قد جمع الدايموند وخليها ترجع للبيت. يلا خلني اطلع على السريع حتى لازم ما اتاخر. جيجي جيجي انت ايش رجعك للبيت؟ انا توقعت انت رحت بغير منطقه وخلص من عندك. شنو رحت بغير منطقه؟ ثاني انت ايش عليك؟ انا رحت او ما رحت انت مو لك دخل. بس واو انا صنعت هاي سكه القطار وحتى سقمت اربح الدايموند هوايه. شنو انت؟ انت جيجي فقير انت سويت هذه السكه. لا لا مستحيل ما اصدق. وش ما تصدقين انت ما علي بيجي اذا صدقتي او لا. انا اختي سيقعد تجمع دايموند خلي اروح بمكانه. يلا خلي استعجل.
مستحيل، ما جاي صدق معقوله سكه القطر تكون مو جيجي. ايش راح اسواني؟ صحيح جت الفكره ببالي، وانا عندي حل، راح اسوي سكه قطر من القط، ممكن يكون الناس راح يجون علي وما راح يجون على سكه قطر مو جيجي، شكله كلش مقرف. بعد يوصل لازم اروح البيت واجمع كل الادوات اللي احتاجها حتى اسوي سكه القطر مالتي. بعد يلا خلي استعجل. يا ساني تقربت، هلا اختي، اقول جرد اسالك جوي ناس وين ركبوا بالقطار؟ طبعا اخوي ايش قد ناس، روح شوف ايش قد صار عندي دايما، صار عندي كلش هواي. ايش قد دايما 16 دايما. لين كل الناس ياول يجي يعجب هاي الفكره، يقول هاي الفكره عبقريه. هاي كل زين، بعد انا راح اقدر احدث هاي السكه مالتنا وراح اقدر اسويها كلش سريعه. بعد يلا بعد يروح بالبيت ارتاحي واني روح اوقف بمكاني. زين بعد يلا خلي اروح. كل زين، يلا انا راح ابقى هنا وانتظر ناس حتى ياهو يجي، راح اخذ من عنده داوود وراح اصير كلش غني. يلا صني خلنا نطلع، وجهزت كل الادوات اللي احتاجها وراح اصير سكه قطر كلش حلوه، راح تكون من الذهب مو مثل هاي الايرون المقرفه. يلا صني لازم اشتغل، بس وين راح اسوي؟ اوكي راح اسوي بهذه الجهه. بس لازم اشتغل على السريع حتى بعد اقول للناس ان السكه مالتي كلش حديثه حتى كلش سريعه. يلا خلي اشتغل على السريع حتى اكمل السكه مالتي. يلا خلي استعجل. يا سوني كملت السكة مالتي بقى بس قليل. يلا اوكي خلي احط هنا شمعة ريدستون، اوكي راح تكون بهذي الجهة. واو بس شنو؟ ما شفت حنانة. اي صحيح هنا تصريف المياه، بس اجت فكرة عبقرية ببالي وما متأكدة راح تنجح. يلا اوكي راح اكسر سكة القطر مال جيجي، حتى اي شخص يجي بهذي السكة راح يسقط ويقع بهذا المكان. اي واو متأكدة الخطة مالتي راح تنجح، وكل الناس راح يعرفون السكة مال جيجي وراح يجون على سكة القطر مالتي. بعد يلا سأجر وقت اللي أجربها، بس قبل كل شيء لازم أسد هذا المكان. ايوه هسا سديتها، بس لازم أصدف هذه العربة وروح أتمشى. يلا خلي أروح. وساني كلش ضايج، لين شفت روني مدت سكة قطار وأكيد غارت من عندي، ولهذا مدت سكة قطار، بس وأنا خاف للناس يركبون بالسكة مالته ويعرفون السكة مالتي. يا ساني جيت، مرحبا جيجي. اهلا اهلا. شوف جيجي جيت على سكة القطار، بس هاي شو هالسكة جديدة؟ هاي أول مرة أشوفها. هاي صحيح هاي سكة الذهب الجديدة، بس هاي بعدها ما كاملة، حتى بعدها ما مشتغلة، بس إذا تريدين تركبي هاي سكة القطار مالتي، أنا كلش رخيصة. يلا أوكي جيجي هسه راح أدفع لك واحد دايموند. هاي كلش سكة القطار. يلا خلي أروح. إيفا، هسه مزيان جيتي هاني بنية وركبت بالسكة مالتي. يلا خلي انتظر هنا بعد يجون ناس وهم يركبون. يلا خل اقعد. يس صحت سكة القطار، متأكدة راح توصلنا البيت على السريع. بس ايش قاعد يشوفوني؟ لا اوقفي سكة القطار، اوقفي اوقفي، ما اريد اوقع ما اريد اوقع. لا وساني ايش راح اسوي؟ انا كلش حزين، لان حتى شغلنا الثاني خسرناه، حتى ما اعرف ايش راح اسوي. زين اخوي شوف رد اسالك، اذا صلحنا هذه الحفره ما راح يجون الناس بعد. هو باع اسمعي انت ما تعرفين، هذا مسؤول المنطقه قال لي جيجي باع، انت بعد ممنوع تستخدم هاي سكه القطار، لان البارحه وقعت بنيه بالحفره، حتى مو اني السبب، بس قلت له مو اني سويت هاي الحفره، بس هو ما قاعد يصدق بي. جيجي معقول احنا نبقى بدون شغل؟ انا كلش حزينه. انا كلش حزين، حتى الدومود اللي عندنا خلاص، انا ما اعرف ايش اسوي. بس بنتي خمسة دايموند كلش هواية، احنا جيجي نطي بس واحد دايموند. شنو واحد دايموند؟ شوف اسمعني زين، ما يعجبك روح تمشي، واذا تريد تدفع خمسة دايموند انت بكيفك قرر، بس انا مستحيل اصعدك بواحد دايموند. زين شو اسوي له خمسة دايموند؟ انا ما عندي، انا راح افطر اروح مشي، بس ايش قد حلو كان البس كمال جيجي، كنا نطي بس واحد دايموند، بس ما اعرف ايش اسوي به، حتى مسؤول المنطقة منعه، بس يلا شو اسوي؟ خليني اروح البيت، يلا خليني امشي. وسام بعد مستحيل اسكت، وانا كلش مقهورة على جيجي، بس اللي صار بي كله بسبب رونية، حتى شفت حفرة هذه الحفرة، حتى الحماريات خلصت من عندي، بس بعد مستحيل اسكت، لازم اروح لمسؤول المنطقة واخبره على كل شيء، مستحيل بعد اسكت، يلا خلني اروح. افتحوا الباب افتحوا الباب. ما اعرف من اجي، خلني اطلع على السريع، احتمال يحتاجون مساعدة. نعم تفضلي. مرحبا يا مسؤول، شوف اسمعني انا هالمرة بعد مستحيل اسكت، انت متعرف ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير بالمنطقة مالتي؟ إذا تعرفين شيء قولي لي. اي طبعا، انا قبل فترة شفت روني تخلصت من حمار جيجي، وخطي حمار جيجي، كان هو اللي يشتغل ويجمع دايموند، بس من بعد ما تخلصت من عنده، قال جيجي حزين وكل شيء ما عنده، حتى شغل ماكو. شنو لا مستحيل، بعد انا سمعت ان الذئاب اكلت الحمار مال جيجي. بس معقولة تكون رونية
مسوي هذا الشيء؟ طبعا طبعا، ومتربع شنو سوت؟ هذا السكة ما قطع، سوت بيها كمين، واي شخص يساعد بهذا السكة يقح بهذا الكمين مرانية، بس هي سوت يعني مو جيجي. ثاني عرفت، لعد هي جت بلغتني وقالت الناس كلهم وقعوا بالحفرة، هذا جيجي مسوي هالحفرة، بس ثاني عرفت هسه من هذا الشيء، لعد يلا تعالي انت لازم تقولي لها ولازم تعترفين انه انت شفتي هذا الشيء، يلا تعالي. اوكي اوكي. اي سمعيني يا رانيا، انت هذا جزاك، يعني انت حربتي هذا الولد الفقير ولهذا راح تنسجنين. ارجوكم سامحوني ارجوكم، بعد ما اكرر هذا الشيء. لا 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 مستحيل. يلا تعالي خلنا نطلع، يلا خلنا نروح. جي 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 اختي اخوي، اكو خبر كلش حلو، انت ما تعرف هسه الشرطه زمت رانيا هي شريره، وكل هذا صار بنفسها برانيا. شنو؟ لا مستحيل. لازم رانيا، بس هون شو استفاد بهذا الشيء؟ انا كل شيء ما استفاد. ما تعرف السكة من القطار وقفوها، ولازم هسه نرجع نصلح السكة من القطار مالتنا، يعني احنا لنا حق نستخدم السكة مالتنا. شنو؟ يعني مسؤول المنطقة سمح لنا نستخدم السكة مالتنا؟ واو. جيجي اجى وقت لنصلح السكة، يلا نسوي عندنا بلوكات خلص نصلحها على السريع. هسه انا كلش فرحان، بس انا ما ادري السكة عندي او لا، وباقي عندي بس وحدة، هسه لازم نضيف لها حتى تكمل. ولنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نتقابل فيديو جديد، مع السلامة.